تحيات الجميع مرة أخرى أصدقاء، نحن معك مع فيديو جديد. قبل الانتقال إلى الفيديو الخاص بنا، دع أولئك الذين يقولون إن هذه السلسلة يجب ألا تنتهي أبداً مثل الفيديو الخاص بنا، دعنا نرى رقمنا. كما أنه يدعم تهديده بالصور، يقنع إريم أن والده يقيم بينهما لأن النجم قد سقط، أنه يجب عليهما دعم والدهم ديسمبر، لذلك يجب عليهم العودة إلى المنزل في اليوم التالي. عندما يذهب إلى كايا، يلتقي بأخت الرجل إرماهيكا هناك، امرأتان لا تحبان بعضهما البعض على الإطلاق. عاش في سويسرا وتوفيت زوجته السابقة، عاد إلى تركيا لأنه لم يكن لائقاً مع أطفاله. تبدأ شاهيكا على الفور في جمع المعلومات حول رائحة الفم الكريهة. يخبر إندركايا أنه لا يستطيع إعطاء إجابة لأنه لا يريد إفساد صورة العائلة ويطلب بعض الوقت، ومع ذلك فإن الرجل لا يريد الانتظار والأوراق. عندما اكتشف إندر أن هاليت سيعود إلى المنزل، يجادل مع الرجل. في الشركة أصبحت شابة تدعى سيفدا سكرتيرة هاليت مؤقتاً، وتبدأ في إعطاء الرجل ضوءاً أخضر ثابتاً. النجم يشكو في المرأة ويبدأ القتال، كما يطلب من زينب شراء مكونات لعشاء رومانسي. تريد زهرة أن ترتب لوالدها لتناول العشاء، بل وتدعو كايا. عندما يقنع يلتز هاليت بالبقاء في المنزل والتواجد مع نفسه، تترك زهرة وكايا بمفردهما. عندما يأتي إندر وكانير إلى نفس المطعم، يجلسان على نفس الطاولة. هما معاً مرة أخرى في القصر. يخبر هاليت يلتز بلغة واضحة أن هناك دعوة للمساء، لكنه لا يريدها أن تأتي. لكن يلتز يخدع زينب لأخذه إلى الدعوة. عندما يسمع أليهان هذا من هاليت، يجادل مع زوجته، ومع ذلك زينب ليس لديه معرفة بأي شيء. عند النظر إلى المعلومات حول كايا يأوشيت، يرى أنهم نشأوا في نفس الحي. عندما تسمع عن الضغينة ضد إندر من محادثة مع هذه الطفلة سمعتها من شقيقها، تصبح مهتمة، فإنه يخزن الملف الذي يحتاج إندر للوصول إلى وجه السرعة، والأهم من ذلك. نادراً عندما يغضب جداً تتدخل الصخرة. ديسمبر، قرر أمير وليلى إخبار عليهان عن علاقتهما. فوجئ عليهان بالوضع وحرض الاثنين ضد بعضهما البعض. تخبر إيسل يلتز أن سيدة صديقة قد ذهبت إلى إنر جايزر وتحسنت شؤونها وحددت موعداً. النجم أيضاً يدفع الرجل إلى الجنون. إندر يستفز زيرين حول زينب بدعوة. كانت ترتدي بروش الإرث لزيرين زينب عندما تزوجت. نادراً ما يقول الكثير من الأشياء، ويوجهها ويقنعها بأخذها منه. يلتقي يجيت بفتاة تدعى رين في مكان يعمل فيه ليلاً. في اليوم التالي، بفضل المنحة الدراسية التي وجدتها كايا، التقى بالفتاة مرة أخرى أثناء التسجيل في الجامعة. زينب وأليهان يتصالحان، يتفقون على أنه لا ينبغي لهما القتال بسبب الآخرين. تذهب زيرين إلى زينب وتخبرها أنها ستعطي بروش الإرث الذي ارتدته كهدية زفاف لابنتها وتطلب إعادته. زينب تنهار كثيراً، لكنها لا تخبر أليهان شاهيكا، تجعل هاليت تدرك نفسها في الدعوة. ثم سمح يي أوشيت بمقابلته برسالة، يسألها ما هي مشكلتها ويصر. عندما يقول فاليانت إنه جاء ليجد والدته، أدرك أنه نادر الحدوث. كما أخبر الصبي أنه جاء إلى هناك بخطة كبيرة، وأنه إذا تم حلبه فإن كل ما يراه يمكن أن يكون ملكهم. اشترى إندر مساعد هاليت الذي دخل للتو الوظيفة، وأخبره أنه يخطط للتخلص من يلدز بفضله. تخبر شاهيكا يي أوشيت أنهم بحاجة إلى التأكد من شيء الأمومة هذا. لهذا السبب أمرها بأخذ عنصر شخصي من غرفة إندر لإجراء اختبار الحمض النووي. الشجاع يجد مشطاً صغير. كان كايا الذي رآه يدخل الغرفة على وشك طلب حساب عندما جاء إندر ودفع المرأة بعيداً وأنقذ يي أوشيت. الشاهد ينقذه عندما يذهب إلى الفرشاة، سيرسلونها لاختبار الحمض النووي. سمعت ليلى أنها عشيقة أختها. كما يخبر الأمير، سوف كان الذعر مع هذا الخبر. لحسن الحظ يقدر أن حبيب زهرة الأمير هو هاكان. الجميع يضحك على هذا التوقع. بينما يلتقي كانر وزهرة ويأكلون في مطعم صغير، يحذر الرجل المرأة من ليلى. يجتمعون هاكان في المطعم أنهم ذاهبون إلى. هاكان يعد بالحفاظ على أسراره. إندر يأتي إلى القصر، يستفز يلتز عن السكرتير ويتنحى جانباً. في الشركة يخبر هاليت أيضاً بأشياء عن السكرتير ويجعله مشبوهاً، وتقول ربما يكون قد استأجر نجمة السكرتيرة هذه لابتزاز المال منك خلال مرحلة الطلاق. النجم يأتي إلى الشركة، يخبر السكرتير أنه يريد الاجتماع في الخارج، ثم يعلق السكرتير علناً على هاليت. هاليت يجعل سائقه يتبع ويلدز بشكوكه هذه المرة. يلتقي يلدز بالسكرتير ويطلب منه الخروج من العمل ويعطيه المال في مظروف. ستيك هي أخذ صورة لهم جميعاً. يلدز يعلقها على إريم حتى نتمكن من إقامة حفلة شفاء. يسمونه أيضاً كايا. كايا يعد بالذهاب مع شاهيكا. تعليمات لإرماهيكا يأوشيت للحضور إلى الحفلة.
كنادلة والاستماع إلى المناطق المحيطة. ترتدي شهيك الفستان الذي اشترته في غرفة هالات بحجة أنها لا تريد العودة إلى المنزل. عندما يأتي الرجل ويجد المرأة نصف عارية في غرفته يغضب في البداية، ثم يهدأ عندما يكتشف أن شهيكا هي أخت كايا. في الحفلة شهيكا تؤثر على هالات باللغات التي تعرفها، تطلب أليهان من زينب ارتداء البروش الذي ارتدته أختها في حفل زفافها عندما يخرجان ليلاً. يجب على زينب أيضاً أن تخبر عما حدث. يغضب أليهان بشدة، لم ترسله زينب لاتحادهما. فوجئ أليهان بالوضع وحرض الاثنين ضد بعضهما البعض. تخبر إيسل يلدز أن سيدة صديقة قد ذهبت إلى إنر جايزر وتحسنت شؤونها وحددت موعداً. النجم أيضاً يدفع الرجل إلى الجنون. إندر يستفز زيرين حول زينب بدعوة. كانت ترتدي بروش الإرث لزيرين زينب عندما تزوجت. نادراً ما يقول الكثير من الأشياء ويوجهها ويقنعها بأخذها منه. يلتقي يجيت بفتاة تدعى رين في مكان يعمل فيه ليلاً. في اليوم التالي، بفضل المنحة الدراسية التي وجدتها كايا، التقى بالفتاة مرة أخرى أثناء التسجيل في الجامعة. زينب وأليهان يتصالحان، يتفقون على أنه لا ينبغي لهما القتال بسبب الآخرين. تذهب زيرين إلى زينب وتخبرها أنها ستعطي بروش الإرث الذي ارتدته كهدية زفاف لابنتها وتطلب إعادته. زينب تنهار كثيراً، لكنها لا تخبر أليهان شاهيكا، تجعل هالات تدرك نفسها في الدعوة. ثم سمح يي أوشيت بمقابلته برسالة، يسألها ما هي مشكلتها ويصر. عندما يقول فاليانت إنه جاء ليجد والدته، أدرك أنه نادر الحدوث. كما أخبر الصبي أنه جاء إلى هناك بخطة كبيرة، وأنه إذا تم حلبه فإن كل ما يراه يمكن أن يكون ملكهم. اشترى إندر مساعد هالات الذي دخل للتو الوظيفة، وأخبره أنه يخطط للتخلص من يالدز بفضله. تخبر شهيكا يي أوشيت أنهم بحاجة إلى التأكد من شيء الأمومة هذا. لهذا السبب أمرها بأخذ عنصر شخصي من غرفة إندر لإجراء اختبار الحمض النووي. الشجاع يجد مشطاً صغير. كان كايا الذي رآه يدخل الغرفة على وشك طلب حساب عندما جاء إندر ودفع المرأة بعيداً وأنقذ يي أوشيت. الشاهد ينقذه عندما يذهب إلى الفرشاة، سيرسلونها لاختبار الحمض النووي. سمعت ليلى أنها عشيقة أختها كما يخبر الأمير. سوف كان الذعر مع هذا الخبر. لحسن الحظ يقدر أن حبيب زهرة الأمير هو هاكان. الجميع يضحك على هذا التوقع. بينما يلتقي كانر وزهرة ويأكلون في مطعم صغير، يحذر الرجل المرأة من ليلى. يجتمعون هاكان في المطعم أنهم ذاهبون إلى. هاكان يعد بالحفاظ على أسراره. إندر يأتي إلى القصر، يستفز يلدز عن السكرتير ويتنحى جانباً. في الشركة يخبر هالات أيضاً بأشياء عن السكرتير ويجعله مشبوهاً، وتقول ربما يكون قد استأجر نجمة السكرتيرة هذه لابتزاز المال منك خلال مرحلة الطلاق. النجم يأتي إلى الشركة، يخبر السكرتير أنه يريد الاجتماع في الخارج، ثم يعلق السكرتير علناً على هالات. هالات يجعل سائقه يتبع ويلدز بشكوكه هذه المرة. يلتقي يلدز بالسكرتير ويطلب منه الخروج من العمل ويعطيه المال في مظروف. ستيكي يأخذ صورة لهم جميعاً. يلدز يعلقها على إريم حتى نتمكن من إقامة حفلة شفاء. يسمونه أيضاً كايا. كايا يعد بالذهاب مع شهيكا. تعليمات لإرماهيكا يي أوشيت للحضور إلى الحفلة كنادلة والاستماع إلى المناطق المحيطة. ترتدي شهيكا الفستان الذي اشترته في غرفة هالات بحجة أنها لا تريد العودة إلى المنزل. عندما يأتي الرجل ويجد المرأة نصف عارية في غرفته يغضب في البداية، ثم يهدأ عندما يكتشف أن شهيكا هي أخت كايا. في الحفلة شهيكا تؤثر على هالات باللغات التي تعرفها. تطلب أليهان من زينب ارتداء البروش الذي ارتدته أختها في حفل زفافها عندما يخرجان ليلاً. يجب على زينب أيضاً أن تخبر عما حدث. يغضب أليهان بشدة، لم ترسله زينب للتحدث في ذلك المساء، لكنها تغادر في صباح اليوم التالي. يخبر أخته عن غضبه والسبب ويقول دعونا لا نرى بعضنا البعض لفترة من الوقت. ثم تذهب زينب إلى زيرين وتقول إنها تريد التنازل عن حق إدارة الأسهم التي عهدت بها إليها، يريد ترك وظيفته. ثم يخبر هذا القرار لأليهان والآخرين. أليهان لا يريد هذا كثيراً. الشجاع والمطر يجتمعان مرة أخرى في المدرسة. يركب الحافلة مع يي أوشيت لأن سيارة الفتاة تعطلت. ثم يترك الصبي الفتاة في شركة والدها. يجتمعون مرة أخرى في الحفلة في القصر. عندما يهين صديق الفتاة الصبي، يخبر يجيت الفتاة أنه لا يمكن أن يكونا أصدقاء في المدرسة.